ننتقل إلى الدرس التالي وهو التقاء الساكنين. فيما يخص التقاء الساكنين، هناك قاعدة: إذا التقى حرفان ساكنان أحدهما في نهاية الكلمة الأولى والآخر في بداية الكلمة الثانية، فلا بد من التخلص من التقائهما. يعني ما بصير في اللغة العربية يكون حرفين متتاليين ساكنين، فإذا كانوا ساكنين لازم واحد فيهم يتحرك، وغالبا الحركة بتصير وين؟ في الحرف اللي موجود في نهاية الكلمة الأولى. تمام؟ الآن يعني احنا بنلاحظ انه في المصحف الشريف لا تظهر هذه المسائل، تكون محركة، يعني يحركها القرآن حتى لا يعني نخطئ في قراءتها، ولكن هي بالأصل تكون ساكنة. تمام؟ زي لما حكينا قبل شوي من الله، من أصلها ساكن النون، يعني والدليل على ذلك إنه إذا بدأ بعدها كلمة مثلا بدون ال التعريف على سبيل المثال، كلمة نكرة مثلا، من أحد، من ساكنة الأصل. تمام؟ ولكن لما جاءت بعدها الله، لأنه هي همزة وصل، همزة الوصل ما بنحسبها من الحروف، الله نبدأ باللام، لأنه عند الوصل نقول من الله. لاحظوا من النون مباشرة بننتقل إلى اللام، من الله. اللام الأولى في الله هي ساكنة، ومن النون ساكنة، ولكن في القراءة بنحول النون إلى مفتوحة تصبح من، وليست من، لا نقول من الله، نقول من الله. وهنا يعني حلينا مشكلة التقاء الساكنين بتحريك الأول. فإذا وهناك نوعان، يا إما في الحرف الأول إما بنحذفه وإما إيه بنحركه. في حالة التحريك بنسميها التحويل، يعني لما نسأل عن سؤال من هذا النوع بنقول كيف تمت معالجة التقاء الساكنين، بالحذف أو بالتحويل. إذا كان وضعنا حركة على الحرف الأخير نقول بالتحويل، وإذا كان حذفنا الحرف الأخير نقول بالحذف. الحذف يحدث في حروف المد، تعرفوا أن حروف المد جميعها شو مالها؟ ساكنة. حرف المد ساكن، سواء كان مدي أو ليني يكون ساكن. فمثال عليها، عندما نقول ذاق الشجرة، ذاقا هم يعني اثنين، عن آدم وحواء، نقول فلما ذاقا الشجرة. تمام؟ بما أنه الشجرة ساكنة الشين الأولى، لأنه الشين مشددة، أش ش، إذن الشين ساكنة والألف أيضا ساكنة. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نحذف الألف ونقول ذاق الشجرة، تختفي الألف. لاحظوا هذا اللفظ الصحيح، تصبح ذاق الشجرة. تمام؟ فإذا حذفنا الألف من ذاق، من ذاق، وأصبحت ذاق الشجرة. وكذلك مثلا حاضري المسجد، لا نقول حاضري المسجد، نقول حاضري المسجد، وبالتالي حذفت الياء ووضعنا كسرة على الراء، فأصبحت كما يلي: حاضري المسجد الحرام. إذا كان الحرف الساكن في الكلمة الأولى، وهو الأخير أيضا، الحرف الأخير في الكلمة الأولى ساكن، وكان حرف مد، نقوم بحذفه ويكون الحكم بالحذف. وإذا كان حرف ساكن غير حروف المد، نقوم بتحريكه بالحركة المناسبة كما سنلاحظ بعد قليل. نستنتج أن الكلمة الثانية تكون مبدوءة بهمزة وصل دائما، لأن الحرف الذي بعدها ساكن وهي لا تلفظ خلال الوصل، وهذا اللي شرحناه قبل شوي لما قلنا الله أصلها من الله، إلا همزة الوصل لا تلفظ في عملية الوصل. النقطة الثانية، إذا كان الحرف الأول غير حرف مد فقد غيرت حركته أو حولت إلى أحد الحركات الأخرى بناء على تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال:
قل اللهم. قل اصلا معروف انه الافعال الامر تنتهي مجزومه بالسكون، قل، نل، سل، لاحظوا كلها تبدا بماذا؟ اركب، تمام، اصعد، دائما حرف الامر يكون مجزوم وساكن. فاذا كانت على سبيل المثال اللهم نقول قولي اللهم قولي، فهذه تم حل التقاء الساكنين بالحركة وليس بالحذف. من الله شرحناها قبل قليل، عليهم القرآن، عليهم بالأصل ساكنة، مثلا لو نقول عليهم غضب الله، لاحظوا هي ساكنة عليهم، ولكن إذا جاء بعدها التعريف مع همزة الوصل تصبح مضمومة، عليهم الله. وهناك آيات طبعا يعني لا نخطئ فيها في المصحف لأنها يعني لأنها تكون مشكلة فلا نعاني منها، ولكن إذا رجعناها إلى أصلها حتى نفهم كيف حصلت الحركة نقول أنه منعا لالتقاء الساكنين. كذلك طرفي، عندما نقول طرفي خيط، طرفي عقد، أوكي، هي ساكنة، ولكن لمنع هذا تصبح إيش؟ مكسورة، فنقول طرفي النهار، تمام؟ إذن فالحرف الأخير من الكلمات التي تحتها خط أصله ساكن ولكن حولت حركته لمنع التقاء الساكن. طيب كيف نميز بين الحركة الأصلية والمحولة؟ نضع هذه الكلمة في جملة أخرى بشرط أن لا يكون بعدها همزة وصل، فإذا بقي الحرف متحركا تكون الحركة أصلية، يعني نأتي في كلمة ليس فيها همزة وصل زي ما عملت قبل شوي، قلت عليهم القرآن، ولكن إذا جبنا كلمة غير القرآن فيها ليس فيها همزة وصل زي غضب مثلا، عليهم دائرة السوء، عليهم غضب، تمام، نلاحظ أنها ساكنة، ولكن عندما نضع بعدها كلمة فيها همزة وصل فإنها تتحرك. أيضا هناك نقطة مهمة جدا وتأتي في الامتحان، إذا جاء بعد التنوين، إذا كان في عندي تنوين وجاء بعده همزة وصل فماذا نفعل؟ نكسر نون التنوين عند الوصل، مثل عندما نقول عادا الأولى، عادا في الحالة الطبيعية عندما نستخدم التنوين تسكن، عادا لو ما كانتش الأولى مثلا عادا بالقارعة، تمام، إذا كان ما بعدها مش همزة وصل، ولكن عندما صار بعدها همزة وصل نقول عاداني، عاداني الأولى، نوحني، نوحني ابنه، ماشي، مثلا قل هو الله أحدني الله الصمد، أحدني، نوحني ابنه، نوحني، لاحظوا. نبدأ بالتدريبات إن شاء الله وننهي التدريبات. نقرأ الكلمات الملونة في الوصل والوقف من الآيات الآتية في الهمز والوصل. طبعا إحنا المطلوب نحكي إذا كانت ربنا وقفت عليها كيف راح ألفظها، وإذا كملت بالوصل كيف نلفظها. السؤال الأول موجه إلى سند، اقرأ الجملة الكلمة الأولى في حالة القطع وقفت عليها وفي حالة كملت مع اكشف، فكيف تصبح؟ دكتور في الصوت مش سامع، ما في صوت. طيب سامي، رجع الصوت دكتور، يلا يا سامي.
تفضل. غير مسموع الصوت يا سامي. منذر. رب نكشف، نحذف الألف لأنها حرف مد. رب نكشف. في حالة القضاء وقفت عليها شو بتصير؟ ربنا. ربنا. إيش؟ نقول ربنا. قطع، ما سمعت. ربنا. ربنا بالمد، لاحظ ربنا، ولكن عندما وصلنا صارت ربنا في القطع. ربنا وقفت، لكن عندما أكمل بتصير ربنا. ربنا بتروح إيش الألف وبتصبح فتحة. فإذا في حالة القطع ربنا، في حالة الوصل ربنا. ربنك، ربنك شف، ربنك شف. تمام. إذا في حالة القطع ربنا، وفي حالة الوصل ربنا. الكلمة الثانية، يلا يا محمد. إنا كاشفو في حالة الوقف. إنا كاشفو في حالة الوصل. إنا كاشفو العذاب. كاشف، نحذف الواو. كاشفو، لاحظ. إنا كاشفو العذاب. تمام. إذن كاشفوا في حالة الوقف، ولكن في حالة الوصل كاشفوا بتحول إلى ضمة، وهذه الحالة نسميها بالحذف. إذن هنا بالحذف في الأولى وفي الثانية، في ربنا وفي كاشفوا، بما أنه حرف مد نعالج التقاء الساكنين بحذف حرف المد. يلا يا محمد صباح، الجملة الثالثة. محلي. تمام. عند محلي عند الوقف. تمام. ومحلي الصيد عند الوصل. مش صحيح، حرف مد يحذف. محلي. لا، محلي الصيد. محلي، تمام، احسنت، محلي الصيد. اذا بنقول غير محلي إذا كنت بدي أوقف، ولكن إذا بدي أكمل بقول غير محلي، غير محلي الصيد. إذا تتحول ياء إلى كسر. تمام. وأيضا بالحذف. يلا اللي بعده يا نديم. إذا رجت الأرض رجا. طيب في حالة الوقف. الوقف إذا رجت. رجت، لاحظ إنه إيش السكون لما كملتها. رجتي. رجت في حالة الوقف، وفي حالة الوصل رجتي. إذا هنا بالحذف أم بالتحريك أو التحويل؟ إيش حليناها، بالحذف أم بالتحويل؟ في حذفنا، هل حذفنا أي حرف؟ لا، إحنا قمنا بتحويل الحركة من سكون إلى كسرة. إذن بالتحويل. والكلمة التي تليها أيضا نفس المبدأ، وبست في حالة الوقف، وبستي في حالة الوصل. نقول بستي الجبال، وعالجناها أيضا بإيش؟ بالتحويل. طيب نعود إلى سامي ولا أكرم. أكرم، احكي لنا عدن كيف بتصير في حالة الوقف أو في حالة الوصل. أني يا أستاذ مش متابع، كنت مش متابع معك. الخامسة، الجملة الخامسة، الكلمة اللي باللون الأحمر. في حالة بالوصل الوقف. حالة الوقف جنات عدن. في الوصل ولا في الوقف؟ لا بالوقف، جنات عدن.
منين عدن هذه؟ احنا الدال عليها عليها سكون. الخامسة سكون. نرجع الى سامي. تفضل يا سامي. جنات عدن. شو عملت؟ حولت الكسر لسكون في الوقف. وين انت ما ما سكنت، انت قلت عدني. عدن حذفت. اقراها مره ثانيه عند الوقف. جنات عدن. عدن، احسنت. طيب في حاله الوصل شو بتتحول؟ جنات عدن التي. عدنيني. عدنيني. عدنيني التي. احسنت. عدنيني التي. تمام. نذهب الى جنات عدن التي. احسنت. إذن الان السؤال الاول، افرق بين التحويل والحذف في حكم التقاء الساكنين. من يجيب على هذا السؤال يرفع ايده. نفرق بين التحويل والحذف في حكم التقاء الساكنين، متى يتم التحويل ومتى يتم الحذف؟ مين بده يجاوب؟ أنا. نديم تفضل. استند دكتور. أنا. طيب تفضل. التحويل لما نحول حركة الحرف، والحذف لما نحذف حرف. متى نحذف ومتى نحول؟ لما نحول الحركة بيكون في التقاء ساكنين، لما نحذف. متى يتم الحذف ومتى يتم التحويل؟ مين بجاوب؟ معلش تجاوب، انا ما عنديش ريز هاند عشان على الكمبيوتر. تفضل يا محمد. حتى في الكمبيوتر في ريز هاند، بس بدك تدور عليها. بتروح على البارتيسيبنت. اذا كانت احرف المد بتحذف، واذا كانت غير احرف، واذا كانت غير احرف المد بنحركها. احسنت 100%. اذا الان السؤال الثاني، احدد موضع التقاء الساكنين في الايات الاتيه مبينا حكمه. لما اقول مبينا حكمه، انه بدك تقول لي بالتحويل ام بالحذف. من يقرأ أو يجاوب على يجيب على السؤال الأول؟ يلا أنا أختار منذر. ومن الليل. لسه في قبلها. واذكر اسمه. بندور على همزة الوصل. وين موجود في همزة وصل في الآية؟ واذكر. واذكر فيها همزة وصل. طيب ما احنا بدأنا فيها، ما في مشكلة. الآن احنا بنحكي هلا اللي بعدها، وين في همزة وصل؟ اسم. اذكر اسم. اسم. تمام. واذكر اسم. شو اللي صار؟ حولت لأنه ما في عندنا حرف مد. واذكر. تمام. اسم. لأنه هي أصلها واذكر، لو أنا بدي أوقف عليها بقول واذكر بالتسكين. عندما وصلنا صارت واذكري. إذا عالجناها بالتحريك. طيب في كمان ومن الليل، إيش وضعها؟ ومن الليل برضو تحويل. بالتحويل هي بالأصل ومن، ولكن عندما حركناها صارت منى. تمام. السؤال اللي بعده، يلا يا سند. قل اللهم ملك الملك تأتي الملك من تشاء. هيك احنا بنقرأها يا نديم يا سند. لا خربتها يا سند. طيب يلا يا سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. طيب وين في عندك التقاء ساكنين وكيف عالجتهم؟ قل اللهم. تمام. كيف عالجتها؟ تحريك بالتحويل.
بالتحويل أم بالحذف؟ ها؟ بالتحريك. بالتحويل. سميها بالتحويل مش بالتحريك. بالتحويل. ومالك الملك في التحويل كمان. نعم. لكن هذه تؤتي فيها الملك. بس يا سامي مالك الملك فيها التقاء ساكنين اصلا؟ وين التقاء الساكنين؟ لا. مالك عليها فتحة بالاصل، يعني لو وقفت عليها انت تمام تقول مالك، اللهم مالك، يعني يا مالك الملك، فهي اصلا متحركة فليس فيها التقاء ساكنين. فننتبه هذه ما فيها التقاء ساكنين، ما بنقول تؤتي عندنا بس قل اللهم، قل اللهم فيها مالك الملك ما فيها تمام. تؤتي الملك هذه فيها ولا لا؟ بالحذف ام بالتحويل؟ في التحويل. بالتحويل ليه؟ احنا بنقول لو انت بدك تقراها توقف على تؤتي، شو بتقول؟ مالك الملك تؤتي، تؤتي، ولكن عندما توصلها بتصير تؤتي، تؤتي الملك. اذا بالحذف ام بالتحويل؟ يعني بالحذف. بالحذف. حذفنا حرف المد. تمام. ننتبه يا شباب، ننتبه على انه هل هو التقاء ساكنين ام لا. من الاصل لازم نحكم عليه هل هو التقاء ساكنين ام لا. قل اللهم لما نوقف عليها بتكون قل، لذلك حركناها صارت قلي. ولكن مالك الملك، مالك، مالك هي اصلا مفتوحه وليست ساكنه. تمام. يعني هي لاحظوا انه الملك صحيح انا اذا وقفت عليها بقول مالك، قل اللهم مالك، ولكن هذه لاني وقفت عليها هي اصلا متحركه وسبب والوقف هو اللي سكنها، فاذا هي متحركه اصلا لذلك ليس فيها التقاء ساكن. لكن تؤتي الملك تختلف الوقوف عليها على تؤتي، اذا بدي اوصل او بدي اوقف عليها بقول تؤتي في الوقف، وفي الوصل تؤتي. اذا حذفنا الياء. السؤال اللي بعده يا محمد صباح. ذاق الشجرة. تمام. حذف. بالحذف. تمام. إذا ذاق الشجرة هي ذاقا، ولكن عندما وصلناها صارت ذاقة. إذا حذفنا حرف المد. واضحة يا شباب؟ يعني إذا كانت حرف مد بيكون بالحذف، وإذا كان غير حرف مد يكون إيش؟ بالتحويل. السؤال الرابع. يلا يا منذر. أذكر. تفضل الرابعة. منهم من يعذبون قوما الله مهلكهم. قوما الله. قوما هنا لفظ الجلالة يرقق اللام أم يفخم؟ قوما الله. هل تفخم أم ترقق اللام في لفظ الجلالة في مثل هذه الحالة؟ بما أنه قبلها كسر تصير مرققة أم مفخمة؟ قوما مرققة. مرققة. إذن كيف تصبح؟ من الله. قوما الله. قوماني. قوماني الله. قوماني الله مهلكهم. تمام. إذا هذه طيب بالتحويل أم بال حرف العلي. حرف المد عفوا. بالحذف أم بالتحويل؟ حذف. لا مش صحيح. صحيح الحذف. لا الألف هي حرف. إحنا هي قوما إذا وقفت عليها هي قوما، ولكن صارت قوماني. قوماني هي أصلا قوما، صارت قومني، يعني حركنا النون الأخيرة في التنوين بدل ما تكون ساكنة. بعد التنوين احنا ننتبه، إذا كان تنوين حالة خاصة، إذا كان حرف مد، حرف مد واضح مش صار مد عوض،
هذا مد عوض اسمه، لكن هنا احنا اللي حكينا هو اذا كان حرف المد اصلي وليس مد عوض، زي مثلا ذاق الشجرة الالف اصلية وليس التنوين. فاذا كانت قوما زي اللي هي التنوين الفتح نحولها بالتحريك تصبح قومني. السؤال الاخير علل ما ياتي. محرك نون التنوين اذا جاء بعدها همزة وصل، هي نفسها اللي كنا نحكي فيها قبل شوي، محرك النون اذا عشان التحويل لمنع التقاء لمنع التقاء الساكنين. تمام. الباء نحذف حرف المد اذا جاء بعده همزه وصل لمنع التقاء الساكنين، برضو نفس الاجابه حتى يعني نعالج مشكله التقاء الساكنين، لان في اللغه العربيه لا يلتقي ساكنان متتاليان. هذا هو درس اليوم.